اخر اتصال كان بينه كل العالم الاعلام ولا بروش يعني وفق مبنى كان تقريبا امبارح الساعه 4 ولا انا غلطان؟ كان تقريبا في حدود 3:30 كده. قال لي انا كويس، قلت له طب بتعمل ايه؟ قال لي انا بتغدى وكده. هو قال كان بيحب يتفرج على كوره كتير، بس قلت له اوكي انا بس البنت جايه من الاكزام بتاعها وهغديها وهجيلك على طول. بس كان كويس جدا. لكن ما قالكيش على خبر صادم ان في مشكله كبيره او الدكاتره قالوا لا 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 ما قالش لا الكلام لا ده؟ لا لا هو طبعا انا احنا عرفنا ان هو خرج من العنايه يوم واحد بس، معلومه صحيحه ولا؟ ايوه خرج يوم مظبوط. واحد من العنايه. ممكن نعرف هو عرفنا كان بيتفرج على المباراه يومها وكان بيشجع ال كان الافتتاح الافتتاحات افتتاح البطوله بتاعت كاس انا الامم. ماليش في الكورة صراحة، بيتفرج على كورة طب ايه ايه اللي حصل لو بيتفرج؟ كان خرجوا بقى كويس و... كان خرجوا بقى كويس، امر ربنا، ما تقدرش تقول حاجة على امر ربنا. طيب احنا لما رحت للاطباء المستشفى ايه اللي تم؟ ايه يعني هو قال لك تعالي تعالي انت وصلت هما المستشفى؟ نادوني قالوا لي تعال من فضلك تعالي له. قلت له حاضر، في ايه؟ قالوا لي نفسه سريع شوية. قلت له طيب اوكي من فضلك بلغه بس ان انا جاية في الطريق. طبعا كان احنا في اكتوبر، فعلى بال ما وصلت اتصلت بالطاقم التمريض اللي معاه، او حابة اشكرهم جدا 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 على فكرة. كانوا شباب ممتازين جدا، هايلين جدا، يعني شايفين فعلا شغلهم كويس قوي قوي قوي. بس قلت له من فضلك قول له ان انا جايه في الطريق، مسافه الطريق. فواضح انه كان حصل اللي حصل، هما ما قالوليش، ما فأنا كانوش وصلت قالوا. هناك قال لك ايه سبب لا لا، ما قالكيش قالوا نفس اتسرع زياده عن اللزوم، امر ربنا، بس هو كان كويس ما يعني. فيش اعتراض. بص اصله كان كويس وبيتكلم كويس، بس امر ربنا مش هتقدر تعترض على امر ربنا. الإعلام الكبير هما الاعتراض. كان له وصية معينة أو حاجة معينة؟ لا هو كان بس كان نفسه قوي ان هو يرجع، كان نفسه قوي، كان نفسه قوي ان هو يرجع البرنامج بتاعه. وكنا ابتديت انا وهو ان احنا نعمل تدريبات واسجل له صوته وسجل حاجة للناس عندي، موجودة عندي. حاجة رسالة للناس يعني كان بيقول فيها ايه؟ انه البعد صعب، واسوأ حاجة في المرض ان هو كان بعيد عن شغله وجمهوره اللي هو بيحبه كده. ده فويس ولا فيديو؟ لا فويس، فويس ممكن نحصل عليه ولا صح؟ معلش، لا حاجة خاصة بينا احنا الاتنين كانت. كان موجه للجمهور ولا؟ ايوه، انا كنت بشجعه يعني ان هو يبتدي، تعرف تقديمات وائل كانت دايما في البرامج بتاعته قوية ونارية كده. فقلت له يلا تيجي سجل، مسكت الموبايل وسجلت له. كان بس بيعمل هو جلسة علاج طبيعي صح ولا؟ ده لازم، ده كان من أهم الحاجات الضروري. ايه اكتر شيء يعني حاجة ألمته من الاخبار الغير كانت صحيحة؟ الإشاعات اللي هي عن وفاته، يعني مش عارفة هما ليه بيستعجلوا عن البشر يعني، وكل واحد ربنا عامل له ميعاد. يعني انتوا ليه بتستعجلوا وليه بتقعدوا تقولوا ده توفى ودي إشاعة؟ يا جماعة ربنا محدد لكل واحد ساعة، ما تستعجلوش على الناس. عشت لحظات الوفاة أو خبر الوفاة ده قبل كده كتير من كتر الإشاعات؟ طبعا. لا لا لا، ما كانش بيأثر قوي يعني صراحة، لا، لانه خلاص احنا عارفين ان دي إشاعة. يعني هتهتم بيها ليه؟ بس هو صوت الحق دايما كده. يعني ليه هتهتم بيها يعني؟ بس كانت بتزعج كل الناس اللي بتحبه اوكي ورعب طبعا، علشان وخوف. الناس مش عارفة، الناس بتسمع حاجات مش صحيحة، وفي تأليف كتير، وفي يعني ما اعرفش، وفي قصص. طب انتوا بتجيبوا القصص دي منين؟ كان بيرد يقول لي على الشائعات. ولا حاجة ولا حاجة، ولا كائن بيرضى يرد. يقول لي دي اسمها شائعة بتطلع وبتموت لوحدها.